النمسا من حضن الاتحاد الأوروبي الدافئ إلى الحضن الروسي البارد. السلام عليكم في هنا في أهم أخبار الأسبوع. وفي عناويننا أيضا: أجهزة الأمن الأوروبية تجمد تعاونها مع النمسا بعد فضيحة وزير الداخلية. مستشار النمسا: الحد من الهجرة سيعزز الروابط بين الدول الأوروبية. زيادة في منح الجنسية النمساوية ونقصان في الترحيل الطوعي والقسري. زيادة في المعاشات التقاعدية في النمسا بنسبة لا تتجاوز 2.6. التفاصيل بعد الفاصل. دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء عن زيارته إلى النمسا لحضور زواج وزيرة خارجيتها كارين كنايسل والقريبة من اليمين المتطرف، والتي أثارت انتقادات حادة لدى المعارضة والصحافة النمساويتين. وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في سوتشي مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو: الزيارة كانت خاصة جدا. وخرج المستشار النمساوي كورتس يوم الأربعاء ليهدئ من غضب الأوروبيين، وذلك بعد انتقادهم لرقصة بوتين في زفاف وزيرة الخارجية كارين كنايسل. وأضاف كورتس: إن جذور النمسا راسخة في الاتحاد الأوروبي وتشاركه موقفه تجاه روسيا. وقال أيضا: وضعنا في أوروبا لم يتغير بسبب حفل الزفاف، سياستنا الخارجية تجاه روسيا واضحة، فقد ساعدنا في صياغة جميع قرارات الاتحاد الأوروبي وملتزمون بها. وأضاف بوتين: رغم الاحتفال تمكننا من التحدث مع وزيرة الخارجية والمستشار النمساوي. وتابع قائلا: النمسا تلعب دورا إيجابيا جدا، ليس فقط بالنسبة إلى علاقتنا الثنائية، بل أيضا في مجال بناء حوار بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت أوكرانيا أن النمسا لم تعد طرفا نزيا في النزاع القائم بينها وبين روسيا حول شبه جزيرة القرم. وجاء ذلك بعد حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحفل زفاف وزيرة الخارجية بناء على دعوة خاصة من الوزيرة، وذلك دون إبلاغ الرئيس النمساوي ألكسندر فاندر بيلن ولا المستشار سيباستيان كورتس. وأشار المصدر إلى أن أوكرانيا اعتبرت دعوة بوتين والتقرب له من قبل وزيرة الخارجية والنمسا بالذات صفعة للقيم الأوروبية. جمدت أجهزة الأمن الأوروبية اليوم الاثنين تعاونها الاستخباراتي مع جهاز المخابرات النمساوي، وذلك بعد مصادرة جهاز الشرطة لبعض الوثائق المهمة من مكتب تابع للمخابرات النمساوية. وذكرت وكالة الصحافة النمساوية أن هناك أجهزة استخبارات توقفت عن تبادل المعلومات الحساسة مع النمسا خشية أن تقع بيد وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل والمعروف بماضيه النازي ومواقفه العنصرية. ووجه زعيم الحزب الاشتراكي النمساوي المعارض كريستيان كيرن في تصريح صحفي له أن سمعة النمسا باتت مهددة فضلا عن وجود تهديد لأمن المواطنين النمساويين بسبب وجود هذا الشخص على هرم وزارة الداخلية وإشرافه المباشر على كافة أجهزة الأمن في البلاد. يذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أشارت مؤخرا إلى احتمال نقل معلومات أمنية حساسة تخص أوروبا والغرب إلى موسكو. قال المستشار النمساوي كورتس أمام نحو 3000 عضو من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني والذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وخلال تجمع في ولاية تورينجيا في شرق ألمانيا، إن النمسا لديها فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بسبب موقعها في وسط أوروبا وعلاقاتها مع أوروبا الشرقية. وقال إن أحد أسباب تمزق أوروبا يتمثل في التدفق الواسع النطاق للمهاجرين خلال السنوات القلائل الماضية، حيث تسبب ذلك في فرض ضغوط على قدرة كثير من الدول على استيعاب هؤلاء المهاجرين، فضلا عما تسبب فيه ذلك من مشاحنات بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للهجرة. وقال كورتس: نرى الآن أن عددا أقل من الناس يسلكون هذا المسار، سنجد طريقة لإنهاء الموت، في إشارة إلى الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يموتون في معابر البحر المتوسط الخطير. حصل أكثر من 5000 شخص على الجنسية النمساوية في النصف الأول من عام 2018، أي بزيادة حوالي 350 شخصا مقارنة مع نفس الفترة
من العام الماضي. 35% منهم كانوا أطفالاً دون سن 18. وتستمر عملية منح الجنسية في النصف الأول من هذا العام، والتي زادت بنسبة 7.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ووفقاً للإحصائيات في النمسا، فقد تلقى 5045 شخصاً الجنسية النمساوية في الأشهر الستة الأولى من السنة. النصف الأول من عام 2017 حصل 4695 شخصاً على الجنسية، أكثر من الثلث ولدوا هنا. استفاد 3030 مهاجراً من إمكانية العودة الطوعية للبلاد، في حين 4067 شخصاً تمت إعادتهم بشكل قصري. ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، يبدو أن عدد العائدين بشكل طوعي بقي كما هو. على الأقل فإن مجمل من عادوا إلى وطنهم طوعياً في عام 2017 هم 5198 مقابل 6923 عادوا بشكل قصري. قرر مجلس الوزراء لحكومة الأزرق تركواز وبغياب كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الخارجية، وبعد مناقشة جدول الأعمال المتعلق بزيادة المعاشات المتقاعدين، الزيادة على النحو التالي: أولاً، زيادة المعاشات بنسبة 2.6% للمتقاعدين والذي يصل دخلهم إلى 1115 يورو، وسوف يستفيد من تلك الزيادة حوالي 1 مليون متقاعد، أي حوالي نصف المتقاعدين في النمسا. بالنسبة للمتقاعدين الذين تصل معاشاتهم التقاعدية إلى 1500 يورو، فسيتم زيادة إلى 2%. بالنسبة للمتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي بين 1500 و3400 يورو، سيحصلون أيضا على زيادة بنسبة أقل تعادل 2% من التضخم المالي. كما أبدأ وزير الدفاع النمساوي ماريون كونسيك سعادته، حيث أن مجلس الوزراء سيقدم 100 مليون يورو لقوات الجيش المسلحة، وسيتم شراء مركبات جديدة للحماية الأمنية بإضافة إلى 15 طائرة هليكوبتر جديدة. لمزيد من التفاصيل والأخبار الأخرى، لا تترددوا بزيارة موقعنا على الإنترنت infoclass.com والاشتراك في خدمة الواتساب لنكتمل بالمختفى. شكرا للمتابعة، نلتقيكم في هنا الأسبوع المقبل.